بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والنجاح. نحييكم بانطلاقات هذا اليوم ضمن منافسات الحقائق وضمن هذه الشارع المقدمة من سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة العين حفظه الله ورعاه. هكذا ننطلق مع ثالث أشواطنا لهذا اليوم هنا على أرضية ميدان القبيب للسباقات الهجن العربية الأصيلة. نذهب إلى المقدمة الصدارة مع الفائز محمد بن علي بن سعود الكتبي الذي يطلق لنا الفائز على الصدارة والمركز الأول، بينما في المركز الثاني نقلتنا ومتابعتنا إلى الثانية في هذه اللحظات ألا وهي الشاهنية محمد بن سعيد بن محمد بن مطوع الكتبي، بينما نقلتنا التالية إلى المركز الثالث لنجد الوصول من خيال أحمد بن سالم بن حوتة العامري، يأتينا باسم خيال على ثالث الأسماء. هنا نتابع ومتابعتنا إلى المركز الرابع لنتأخر قليلا كي نتابع الأسماء الأخرى القادمة من المناطق الخلفية. هنا على المركز الرابع الشاهنية أحمد بن علي بن سالم بوظفيرة العامري يأتينا بهذا الاسم على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس تدخلت في هذه اللحظات الشايبة المملوكة لسالم بن سعيد بن غفان اليابري يأتينا على المركز الرابع. المركز الخامس تدخلت بكل قوة زعفرانة ثاني بن عبد الله بن مصبح الكتبي، شعارك يا ابو سالم ياتينا في هذه الانطلاقه الجميله. هكذا ندائنا للمراكز المتقدمه للاسماء الاوائل المنطلقين الحاضرين بقوه في انطلاقه هذا الشوط، ولكن شعارك يا ابو السعودي، شعارك يا الكابتن الذي ياتينا بهذا الاداء على المركز الأول وعلى الصدارة وهي على مقدمة الشوط، مسيطرة تمام السيطرة على مجريات الأمور من بداية الانطلاقة وهي في المركز الأول. تقدم لنا هذا الأداء الاستثنائي، بينما في المركز الثاني هذه هي القادمة الشاهنية محمد بن سعيد بن محمد بن مطوع ثالث الخيال هنا بشعار بن حوتة أحمد بن سالم بن حوتة العامري، بينما في مستوى المركز الرابع التدخل القادم من زعفرانة ثاني بن عبد الله بن مصبح الكتبي هنا في منافسة قوية. أرى المركز الخامس الانضمام في هذه اللحظات، من هي القادمة؟ القادمة ألا وهي منصورة سيف بن مسفر بن راشد العميمي. هذه المنافسة أيضا، إلى أين الانطلاق؟ إلى أين الفوز؟ إلى أين الانتصار؟ ما شاء الله يا هذه الأسماء، ما شاء الله يا هذه الأسماء القوية. هنا عودة من جديد إلى التغيير الذي طرى وجرى مع خيال 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 خيال. هنا أحمد بن سالم بن حوتة العامري الذي يطلقها على المركز الأول، ولكن الشاهنية قادمة بشعارك يا بن مطوع محمد بن سعيد بن مطوع الكتبي يأتينا ثانيا بالسعودي ثالثا. هنا من المركز الرابع ولكن بالحوتة الذي يتصدر الذي يعلن الانطلاقة هنا على المركز الأول في هذه المنافسة، بينما المحاولات من الشاهنية محمد بن سعيد بن مطوع، ولكن شعارك يا بالحوتة يدل الانتصارات مع الصدارة والمركز
المركز الاول. سلوم بالحوت، سلام على هذا الاداء الجميل على الصداره والمقدمه. نزف التهنئه الى مالك خيال، الى ما شاء الله تبارك الله. الله 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 يا هذا الاداء. تهانينا والناموس الى احمد بن سالم بالحوت العامري على فوز خيال بالمركز الاول. اشكرك على هذا العرض الجميل. المركز الثاني الشاهنية محمد بن سعيد بن مطوع، المركز الثالث يذهب الى انطلاقة الشاهنية احمد بن علي بن سالم بظفيرة، المركز الرابع يذهب الى وجود وانطلاقة الفائزة محمد بن علي بن سعود الاكتبي. التوقيت الزمني 4:45. تهانينا والناموس الى مالك خيال احمد بن سالم بن حوته العامري.